اهلا بكم متابعي انفاس تي في، رجعنا لكم في لقاء جديد. ولقاءنا اليوم غنتناولوا فيه موضوع كيهم قطاع حراسه السيارات، هذا القطاع اللي كيعرف مشاكل كثيره. فاليوم غنوقفوا على المشاكل ديالو بحضور جمعيه الكرامة الحراس السيارات، واللي كيمثلها اليوم هو السيد عبد العزيز الرامي بصفته رئيس ديال الجمعيه، والسيد عبد الكريم حنان بصفته نائب الرئيس. فاليوم بغيناكم توضحوا لنا هاد القطاع هذا، باقي مجموعه من الناس اللي كيتهموا انه قطاع اللي غير مهيكل وبانه غير قانوني، فشنو تقدر تقول في هاد الهضره؟ نعم الاخت هما، شكرا على الاستضافه ديالكم في انفاس بريس، وحنا حنا بدورنا حنا موجودين كنلبيو الدعوه بالنسبه لهذا القطاع كما تقولي، ولا كما تيقولوا اغلب المواطنين بانه قطاع غير مهيكل. لا بالعكس، هو قطاع مهيكل وقانوني 100% بناء على رخصة استثنائية كانت تعطات في عهد المرحوم الحسن الثاني للأرامل والمعاقين وذوي الاحتياجات الخاصة، وبناء على الرخصة اللي هي قانونية الناس ولاو تيخدموا. ما عرفتش انا شنو المشكل بالضبط، ولكن ملي قلتي بانها تعطات في العهد ديال الحسن الثاني رحمه الله، واش ما كنظنش بان تعطات قلتي لواحد الفئات معينه من الشعب اللي هي ارامل المعاقين؟ فاحنا كنشوفوا دابا الناس اسوياء، يعني ما عندهم حتى شي مشكل ما هذا، ولكن كيمارسوها. يعني كيفاش تجات هذه الممارسه ديالهم لهاد الناس، هذه الشريحه هذه الجديده؟ لانه ما يمكنش لي انا، بالنسبه لي انا كرجل معاق او كبير في السن وداك الشيء، غادي نخدم في المكان انا بنفسي، كنضطر باش نجيب واحد الشخص ونخدمه بوثائق ديالو، بطاقة التعريف الوطنية ديالو تيكون معروف وداك الشيء وتيكون ثقة، وكنحطو في المكان. أما بالنسبة لهاد المسألة هادي راه باينة ومعترف بها، والأغلبية ديال الرخص اللي معطيين راه تيكونوا معطيين الأرامل والمعاقين والناس اللي ما عندهمش عاطلين على العمل، والأغلبية فيهم غير هنا كمثال مقاطعة المعارف، الأغلبية ديال الشباب مجازين عندهم إجازات، هو يمكنش نلوحهم للشارع. فهم. نعم. انا اللي دابا بغيتكم تدوي لنا على الفكره اللي كتقترحوها باش يتم الهيكله ديال هذا القطاع كيف ما خاصو يكون، لان كنتم جايبين واحد يعني جايبين واحد الفكره اللي اقترحتوها على المسؤولين، وانتم جيتوا من المنبر ديالنا انكم كتطالبوا انها يتعاد النظر فيها، وبانه يشوفوا من الفكره ديالكم، وعلاش لا انها تعمم منا القدام على باقي التراب الوطني. فقربوا المواطنين من الفكره اللي قلتوا، وكيفاش بغيتوا تهيكلوا وتنظموا هذه المهنه هذه فعلى مستوى مقاطعه المعارف طبعا بهذا الحال. نعم الاخت شيماء، كما سبقنا وتحدثنا من قبل وداك الشيء، راه سبق لينا درنا في اطار المبادره الوطنيه للتنميه البشريه ودعنا واحد المشروع اللي هو مشروع جد مهم بالنسبه لهذا القطاع ديال الحراسه، ومشينا فيه بعيد ووقفوا معنا شي ناس الله يجازيهم بخير، ولكن تتبقى علامة استفهام علاش ترفض ما عرفناش. وحنا حاليا راه غاديين في هذا الاطار هذا ديال التنظيم والهيكله ديال هذا القطاع، وراه الناس راه كيشوفوا سيرتو هنا في مقاطعه المعارف راه كاينين بدل ديال الجمعيه اللي كتحمل اسم جمعيه الكرامه، اغلبيه ديال المنخرطين ديالنا اللي كتعتبروا بالمئات راه لابسين البدله ديالهم وكلشي على احسن ما يرام. ولا ديك البدل بالنسبه لك السي عبد العزيز، بصفتك رئيس ديال الجمعيه، والجمعيه ديالكم معنيه بهذا الفئه ديال حراس السيارات، فهو شار واحد الاشاره مهمه اللي هي انكم نتوما خصصتوا واحد البدله اللي كتميزكم وكتعرف المواطن انكم نتوما راه الوظيفه ديالكم هي حراسه السيارات. حنا كنشوفوا حاليا، وهذه مسببه من المشاكل اللي مطروحه في هذا الميدان، هو انه ما بقيناش كنعرفوا شكون هما حراس السيارات وشكون هما اللي ماشي حراس السيارات. فانتوما درتوا هذه البدله باش نقدروا نفرقوا، فدوينا لنا. غير اللي بغيت نوضح لك اختي على قضيه البدله، منين درنا البدله استشرنا مع الرئيس السابق ديال مقاطعه المعارف في هذا الاطار ديال هذه البدله هذه، بان غننظموا هذا القطاع بهذه البدله هذه، ولكن شريطه في اطار المقاربه التشاركيه ما تعطيوش لشي واحد شي رخصه حتى يجي عند الجمعيه ياخذ من عندها البدله، باش ديك الساعه من تيخرجوا الرخص تيخرجوا بالبدال ديالهم، واي واحد لابس جيلي صفر ما عندوش،
حيت اللي تيكون عنده الرخصه ديالو والبدله ديالو راه اذا عنده الرخصه، ولكن اللي تيكون عنده الجيلي راه ما عندوش، فهمتيني؟ ولكن خصهم يمشيو معنا، الرئيس ديال مقاطعه المعارف يمشي معنا في هذا النهج في اطار المقاربه التشاركيه حسب الفصل 12 من الدستور المغربي، باش تكون واحد المقاربه والاقتراحات والمسائل ونمشيو بعيد بهذا القطاع هذا. لو ساعدونا انا نعطيك 100% غادي ننجحوا. ثانيا السلطات المحليه والامن الوطني الله يجزيهم بخير تعاونوا معنا في هذا القطاع هذا، وريناهم البدال ديالنا وقالوا لنا سيروا الله يبارك حنا معاكم. اذا شكون اللي باقي خصو يكمل؟ هما الرئيس ديال مقاطعات المعارف اللي في المنطقه ديالنا، اللي حنا يلا قلنا بسم الله باش نديروها في انفا، من بعد نديروها في سيدي بليوط ونديروها في الفيدا الى اخره، نعموها كاع على المغرب كامل، علاش لا؟ ولكن راه خص رئيس ديال مقاطعه المعارف يعطينا يد المساعده، ولا يقدروا ولا قدروا هما يصوبوا هذه البدل مرحبا. حنا ما تنقولوش لهم حنا راه ما عندنا فيها ارباح، ولكن بغينا هذا القطاع يتنظم يتقلل. ودابا كتشوف السي عبد العزيز بان هذه البدله ديالكم وهذه الفكره اللي درتو من شانها انها تحد المشاكل وهذه الضجه اللي متراحه حول هذا القطاع. ثانيا ملي غادي تكون البدل متوفره لجميع الحراس اللي عندهم الرخص ديالهم، عندهم البدله ديالهم، عندهم الباج ديالهم، عندهم المسائل ديالهم، اذا اي متطفل في اطار مع السلطات المحليه والامن الوطني غادي يجيو يهزوا هذاك الشيء، غيدير التزام ما غيبقاش يدور تما. اذا هذا القطاع غنتغلبوا عليه بهذه القضيه ديال التنظيم. اما الا بقى تيعطي الرخص وما درناش حنا في اطار المقاربه التشاركيه وحنا دابا تندفعوا ليه طلبات باش يستقبلنا باش نناقشوا مع هذا الموضوع هذا، وباقي الحل ساعه رافض. علاش؟ شنو هو؟ ما فهمتش. واش بغى القطاع يبقى بحال هكا باش يمهد للشركه باش تدخل؟ راه بالعكس، راه الحريص، راه الدور اللي تيدير الحريص راه مهم. اولا تيدير المراقبه، ثانيا تيحافظ على القصر او السرقه، ولا شي واحد بغى يتلقى لشي واحد تيعطي يد المساعده، فهمتيني اختي؟ اذا الدور ديال العداد شنو هو؟ اذا تيتحط لك العداد راه هو سير ما خلصتيش تيجيو يديروا لك الصابو، ما فهمتش انا، هو غير قانوني ما فهمتش. والمحكمه صدرات احكام قضائيه باسم صاحب الجلاله نصر الله بان عدم صلاحيه الصابو، اذا خصنا نديروا تطبيق القانون، فهمتيني؟ اما باش ينوض كان مجلس المدينه كاع ويفرض ويجي يحط العداد وكاين احكام قضائيه، انا ما فهمت والو. يعني انتم ضد فكره الصابو؟ معلوم انا راه الصابو شنو هو؟ لان قانونيا ما هو دور الصابو؟ انا عندي سياره ديالي تجي ملك ديالي تجي تهجم عليا وتسد ليا، انا نازل مريض غادي بزاف ديال الحوايج كاينين تخلق مشاكل كثيره، يعني هادشي خصو يتحيد. لا انا واش كاين حكم امتثلوا ليه باسم صاحب الجلاله وتبقى القانون عدم صلاحيه الصابو انتهت. اذا كيما وقع في مراكش وكيما وقع طنجه وكيما وقع في الرباط خص حتى في الدار البيضاء يتحيد. انا نفضل حارس اولا تيدير الدور ديالو وهم يحيدوا الحراس وشوف واش غادي يوقع. حنا كاع نخرجوا لها كوت هما حيدوا كاع الحراس، وانا اختي الدوز غيقدر تلقى لها واحد، فهمتيني؟ غادي نخرج البيطال هذوك المعاقين غادي يخرج يقول لك لا يا محسنين ايوا الدار البيضاء راه صافي ولاو فيها الساعه كلشي خصو يخرج ساعه. هذا الواقع، ما غندوش نضربوا الشمس بالغربال. اذا مادام حنا بغينا نمشيو واحد التوجه ديال التنظيم راه خص المقاطعات هي تساعدنا، وهذا الشيء ديال الصابوره ما خدام حتى شي حاجه، دايرين عمال والعمال راه كاينين اللي راه تيأديو الواجبات، هذاك السيد نيت اللي معاق ودير واحد راه تيأدي واحد الواجب ديال الجبايات. ودابا على ديك الدوين على الصابوره واحد الدقيقه في اطار حيت هي خارجه هذه الرخصه، بناء على ظاهر شريف رقم 85/15 واحد المؤرخ في 20 رمضان 1436 موافق 7 يوليوز 2015 صدر بالتنفيذيه القانون التنظيمي رقم 113/14 متعلق بالجماعات. اذا هذه الرخصه الله يجازيك بخير راه ماشي غير جات وتعطات، هذه الرخصه استثنائيه عطيها سيدنا الله ينصره، فهمتيني؟ اذا حتى واحد ما خصو يطعن في هذه الرخصه هذه، هذاك المعاق وهذاك الاراميل وداك الشيء اش غنديروا لهم؟ ها ثانيا راه تيدي واحد الواجب ديال المراقبه، اما العداد راه ما تيدير والو، العداد تيحط لك عداد تيجيب لك الصابو ما خلصتيش لا تيدير لك الصابو، وثانيا الا ترسل لك الطوموبيل ولا تسرقات ليك طب حنا ماشي شغلنا، كبر راسك وكيفاش انت واش كاري الارض ولا شنو؟ ولكن السي عبد العزيز نعم. دابا حنا دوينا على الامور اللي هي وضحنا النقاط اللي انا غير اشاره غير وضحنا النقاط اللي فيها مغالطات اللي هي كثيره مغالطات اللي كتدور حولها. بغينا ندويو على الاستغلال اللي كاين، ماشي انا ما كنعممش وانما كاين بعض الناس اللي كيمتهنوا هذه المهنه وكيستغلوا المواطنين. من اين ناحيه؟ من ناحيه ديال الاداء، هي كاين واحد التسعيره اللي مفروضه
واللي خاص الواحد يحترمها. بينما كنشوفوا بان ما بقاتش هي قاده هما ديك التسعيره ولاو كيطمحوا اكثر. اللي بغات سير تفضل. نعم الاخت شريماء، بالنسبه للتسعيره هاد المساله هذه اللي هي جد مهمه وسبق لنا في عده منابر تكلمنا عليها. القانون الجبائي كيحدد التسعيره ديال وقف السياره في 3 دراهم في اليوم، باش يكون في عين ديال جميع المواطنين، باش مابقاش نتشرف في الكلام، حيت هاد اليامات عن طريق الفيسبوك وداك الشيء ولينا كنتشرف في الكلام، ولا من هب ودب كيبدا يتجرع. حنا بغينا نحبسوا هاد الشيء، كاينه 3 دراهم في اليوم. اما نعطي الحارس 5 دراهم ولا 10 دراهم، هذيك راه تتبقى ما بين الحارس وصاحب السياره. اما هو باش نكونوا واضحين وقاطعين، راه كاينه 3 دراهم في اليوم. نعم اختي. وعلى ذكر الممارسات الغير قانونيه اللي كيقوموا بها بعض حراس السيارات، ما كنعممش، نعاود ناكد على بعض حراس السيارات، وغالبا كيكونوا اللي لا علاقه لهم اصلا بهذه المهنه اللي كنا سبقنا وشرنا لهم. المركز المغربي للمواطنه خرج واحد الدراسه حديثه كتقول بان كاين بزاف ديال الممارسات وعلى راسها استغلال المكلاء، رمي الازبال في غير الاماكن الغير المخصصه للازبال، وحتى التحرش وغيرها من الممارسات اللي لقاو بان حراس السيارات او بعضهم كيقوموا بها. فشنو تقول في هذه القضيه؟ اللي بغيت نقول لك في هذه القضيه ديال الممارسات اللي تقولوا، اذا جميع الحراس السيارات اللي عندهم الترخيص ديالهم قانوني تيأديو واجبات تيديروا الدور ديالهم على احسن ما يرام. ثانيا كاين بعض الفئات قليله اللي تيدير جيلي وتيمشي تلقى ما معروفاش تيبتز فيها تما، وداك الشيء هذاك الشيء علاش حنا حتينا باش ننظموا هذا القطاع بالبدال ديالو. اللي عنده البدال ديالو راه حارس، واللي دير جيلي راه ماشي حارس، هذاك غنصاب. وتما كتسهل حتى المحاسبه، يعني ملي غنبغيو زعما مثلا الى شي واحد تبادر منه شي ممارسه غتسهل المحاسبه ديالو. حتى علاش الانسان حنا من تيدير الباتش ديالنا والتوني ديالنا تيكون معروف، حتى الا دار شي تصرف راه تيتعاقب عليه. فهمتيني شنو نقول لك؟ الا دار شي تصرف اللي ماشي هو داك الضرب ولا كذا كذا تتخاض فيه اجراءات ديال سحب الرخصه. شفت كنشكركم بزاف على القدوم ديالكم وعلى انكم قدمتوا لنا التوضيحات كامله، اللي اغلبيه ديال هاد النقاط اللي شرنا لهم ما كانت في العلم ديال الجماهير والمشاهدين المغاربه، كانت مغالطات كثيره، فحنا كنطمحوا انها تصلح والحمد لله يكون خير. واحد الشكر خاص بالنسبه ديال الختام، كنبغي من هنا كنوجه الشكر ديالي للسلطات المحليه والامن الوطني على الاشراك ديالنا نحن كجمعيه بزاف ديال الامور وداك الشيء، وكنطلبوا من مقاطعه المغرب باش تفتح لنا الباب، لانه لما الحل راه ما غيكونش بدون جمعيه باش نكونوا فاهمين وواضحين في هذه المساله هذه. شكرا اخت سينا. وكان هذا مشاهدينا هو لقاءنا اليوم، وهذا هو الموضوع ديالنا اليوم، فعلى امل لقائكم في لقاء جديد مع ضيوف جداد وموضوع جديد ان شاء الله. بسلام عليكم.